إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ. على ربنا فكان فوق سماواته عاليا، ثم على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. سبحانه وهو القائل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض سلطانه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في جهنم سطوته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، من علامات حب الله للعبد أنه يوفقه لطاعة. إذا أحب الله عبدا هيأ له سبل الاستقامة. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول عن نفسه: كان أبي دهقان القرية، أو دهقان القرية يعني زعيم القرية، كبيرهم في كل شيء، في التجارة وفي المنصب وفي كل شيء. يقول: وكان يحبني حبا جما، تعلق بي منذ ولادتي، وما زاد حبه يتعلق بي أكثر وأكثر كلما تقدم بي العمر وكلما تقدم بي السن، حتى أصبح شابا يافعا. قال: ومن شدة حبه لي حبسني كما تحبس الفتيات. في تربية الولد تختلف عن تربية البنت. الولد لابد أن يكون اجتماعي، يختلط بالناس وكذا في هذا السن، سن الشباب. قال: فحبسني كما تحبس الفتيات، وكانت عندنا أرض مغلة فيها غلة، وكان أبي يباشرها بنفسه. وفي يوم من الأيام حدث لأبي شيء، فقال: اذهب إلى ضيعتنا، الأرض بتاعتنا، اذهب إلى ضيعتنا فباشرها. ثم خرج. فلما خرج مر بكنيسة سمع أصواتهم يصلون فيها، فدخل، فأعجبه ما رأى، فجلس معهم إلى أن غربت الشمس. ثم قال لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. قال: ثم عدت إلى البيت، فسألني أبي: ما فعلت في ضيعتنا؟ عملت إيه في الأرض؟ هل باشرت ما فيها؟ فقال له: إنني مررت بكذا، وحكى له ما حدث. وقال: يا أبي، وإن دينهم خير من ديننا، لأنهم كانوا مجوس، فهو من بلاد أصبهان في بلاد فارس، وكانوا يعبدون النار. إن دينهم خير من ديننا. فقال له: كلا والله. قال: كلا. قال: كلا، تترك دينك ودين أبائك، إن ديننا أفضل. قال: ثم حبسني خشية أن أتبعهم،
وقيدني بقيد. قال: فأرسلت إليهم أقرب وفد يسافر إلى الشام أرسله إليه، ثم احتلت على القيد ففككت القيد. ثم ترك أباه وأهله وسافر معهم إلى بلاد الشام. فلما وصل قال: من أعلم رجل فيكم؟ قالوا: الأسقف. أسقف هذه مرتبة فوق القسيس. قالوا: الأسقف. قال: إنني وحكى له، قال: إنني رجل من أصبهان وإني أريد أن أتبعك وألزمك. قال: أقم عندي. أتعلم؟ قال: أتعلم من علمك. قال: أقم عندي. قال: فأقمت عنده، فكان رجل سوء كان يأمرهم بالصدقة ويأخذها لنفسه، حتى جمع 7 قلال من ذهب وفضة، 7 قلل من ذهب وفضة. قال: فلما مات أتى النصارى أن يدفنوه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويأخذها لنفسه ويأمركم بالخير ويفعل بخلافه. قالوا: ما الدليل على كلامك؟ قالوا: تعال. قال: تعال. فأخذهم وأشار إليهم إلى موضع الكنز. قالوا: والله لا ندفنه. ثم صلبوه وتركوه مصلوبا، فما هي إلا أيام حتى نصبوا رجلا مكانه، فكان فلزمته وتبعته، فكان رجل خير وبر، ما رأيت أزهد منه في الدنيا وأحرص منه على الآخرة. فلما حضرته الوفاة قلت: إلى من توصي من بعدك؟ أروح لمين من بعدك؟ قال: إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض مما أعلم على دين عيسى عليه السلام، على دين التوحيد الصافي، إلا رجل في الموصل، إلا رجلا في الموصل، فاذهب إليه. فسافر من بلاد الشام إلى الموصل في أرض العراق، ثم تبع هذا الرجل وقال له: إن فلانا أوصاني بك. انظر أيها الأحبة كيف يوفق الله عز وجل العبد للاستقامة وإلى الطريق الصحيح. فقال: أقم عندي. فأقمت عنده، فكان على دين صاحبه، يعني مثله تمام في الصلاح وعلى التوحيد. فقال: أقم عندي. فأقمت عنده فترة إلى أن حضرته الوفاة، فقلت: يرحمك الله، إلى من توصي من بعدك؟ قال: إلى رجل في أرض نصيبين، فهو على دين التوحيد الصافي، فسافر إلى نصيبين. نصيبين هذه مدينة كانت تتبع سوريا، ثم هي الآن تتبع تركيا في التقسيم الجغرافي، وتغير اسمه. فذهب إليه، قال: فلزمته وتبعته، فكان على دين صاحبيه، كان زيهم في التقوى وفي الصلاح. فلما حضرته الوفاة قلت: يرحمك الله، إلى من توصي من بعدك حتى أتعلم منه وأستفيد منه؟ قال: إلى رجل في أرض عمورية. فذهب إليه وقال له وقص عليه ما قصص. قال: فغنمت بقرات، بعض البقر وبعض الغنم ربح. قال: فلما حضرته الوفاة قلت: يرحمك الله، إلى من توصي من بعدك؟ قال: أي بني، إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض، لا يوجد أحد على وجه الأرض على دين عيسى الصافي، ولكنه سيخرج رسول قريب في أرض العرب، يخرج في أرض ذات حرتين وبها نخل كثير، يقصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوصف منطبق على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها نخل كثير وذات حرتين. قال: وإن له علامات، هذا الرسول له علامات صلى الله عليه وسلم. قال: فمن علامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة،
يعني لو أتى إنسان بطعام وقال له خذه صدقة لا يأكله، ولو أتى إنسان بطعام وقال خذه هدية يأكله، يعني يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. قال هذه واحدة. قال ثم بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتشوقت إلى ذلك، فما هي إلا أيام حتى أتى تجارا من العرب، أتى تجار من العرب، فقلت لهم تحملوني إلى جزيرة العرب؟ قالوا كم تدفع؟ هتدفع إيه؟ قال خذوا هذه البقرات وهذه الأغنام التي أملكها. ففعلوا، وعندما وصلوا إلى أول بلد في جزيرة العرب غدروا به وباعوه لرجل من اليهود، باعوا عبد، انظر إلى الغدر والخيانة، فباعوه عبدا، فأخذه هذا اليهودي وانطلق إلى الأرض ذات النخل الكثير، يعني يسكنون المدينة اليهود، فلما رأى الأرض قال هي والله، وفرح فرحا شديدا. بعد شوف بعد ما أسر فرح فرحا شديدا. يقول وتمضي الأيام حتى أتى ابن عم لهذا اليهودي وأنا في رأس نخلة أصلحها لسيدي فوق في النخلة وهو يجلس تحتي، فأتى ابن عم له وهو يقول قاتل الله بني قيلة. بني قيلة قيلة هذه امرأة من الأنصار كانت العرب تنسب إليه، تنسب إليها. قاتل الله بني قيلة مجتمعين في مسجد قباء، مجتمعين في قباء عند رجل يزعم أنه نبي. قال فأصابتني مثل الحمى وكدت أن أسقط من فوق النخلة على رأس سيدي، فنزلت بسرعة ثم قلت له أعد ما تقول، قل تاني، قل الكلام ده، أعد علي ما تقول. قال فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا، ما لك ومال الكلام ده، أنت عبد، اشتغل، أطلع اشتغل. قال فلما أتى الليل جمعت بعض التمرات، تمرات الصدقة، ثم ذهبت إلى قباء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه، رأى الشمس الزهراء، رأى القمر الأنور، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يخطف قلبه وعقله. ثم اقترب منه ثم قال له إنني علمت أنك رجلا صالح وقد جمعت بعض هذه التمرات لك ولأصحابك صدقة، فخذها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على أصحابه قال تعالوا كلوا. قال فأكلوا وأمسكه صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي هذه واحدة، أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى أصحابه. وبعد، قال فأمسك هو وقال لهم كلوا. فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم أتيت اليوم التالي فجمعت بعض التمرات وذهبت إليه فقلت له يرحمك الله
إنني قدمت التمرات بالأمس فلم تأكل منها، فخذها هدية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر ونادى على أصحابه، قال: وانظر لحب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ما يأكل شيئا ينفرد به، فإذا أتى له هدية ينادي على أصحابه حتى يشاركوه الخير. فهو صلى الله عليه وسلم يطبق حب لأخيك ما تحبه لنفسك. قال: فنادى على أصحابه فقال: فكلوا، ثم أكل معه. فقلت في نفسي: هذه الثانية، إذن أكل من الهدية ولم يأكل من الصدقة. قال: بقي أن أرى الخاتم بين كتفيه. وهذا صعب جدا، هل يقول له اخلع ملابسك حتى يرى الخاتم، خاتم النبوة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بارزا بارز. قال: وفي يوم من الأيام ذهبت إليه وهو في بقيع الغرقد يدفن أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهى من الدفن جلس مع أصحابه، فذهبت ووقفت خلفه ففهم ما أريد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخذت أمر يمينا ويسارا حتى وقفت خلفه ففهم ما أريد، عارف فهم أنا عايز إيه. قال: فخلع العباءة رداءه الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، فرأيت الخاتم فانكببت عليه أقبله وأبكي وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: ما قصتك؟ ما خبرك؟ فحكى له قصته، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأحبة، إذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له سبل الاستقامة. قد يدخل الإنسان في باب من الطاعات ويجده مغلقا، هذا يقف مع نفسه ويجدد نيته. لماذا كل ما أهم أن أحفظ القرآن أنتكس أرجع كما كنت، أطلب العلم لا يحدث لي جديد، صلة الأرحام وخصوصا ونحن في هذه الأيام أيام الهواتف الذكية التي قطعت الأرحام بين المسلمين، فأصبح الواحد منا يكتفي بالاتصال وفقط، إذا اتصل أصلا إلا ما رحم الله عز وجل. والله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ شوف السرقة حد وكبيرة من الكبائر، ورغم ذلك لم يوجد فيها لعن. قاطع الطريق تقطع يده وأرجله من خلاف، ورغم ذلك لا يوجد فيها لعن. لكن قاطع الرحم ملعون، الله عز وجل يلعنه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قد يسمع القرآن لكنه لا يستجيب لنداء الرحمن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انظر بعدها: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله يناديه لكن الشيطان يربط على قلب، قف مقفول أم على قلوب أقفالها. يرجع إلى الماضي يقول: أصله هو عمل، أصله هو صنع، أصل. لا، العبد المؤمن لا يفكر في الماضي أبدا، لكنه يفتح صفحة جديدة، يفتح صفحة جديدة. والله عز وجل يقول:
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، اسمع، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. المسألة صعبة جدا. شوف، سرقة وقطع للطرق وكذا وكذا، لكن لا يوجد فيها لعن من الله عز وجل. أما ترضين أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ فمن علامات حب الله للعبد أن يهيئ له أمر الاستقامة، أن يهيئ له فعل الخير. فاحرص على أن تكن ممن يحبهم الله تبارك وتعالى، وصل رحمك، وتابع بنفسك أقرباءك، فالخير كل الخير في تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى، والشر كل الشر في الابتعاد عن تنفيذ أوامر الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زد في حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم زد في حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اعتقنا واعتق رقاب والدينا من النار، اللهم اعتقنا واعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب والدينا من النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وإناثنا وذكرانا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا حسن الختام، ارزقنا حسن الختام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.